هاي مثل كل أسبوع على شاشة المستقبل، موعد مع الاقتصاد مع أرقام مهمة وبتهمكم بحلقة جديدة من بزنس ماج يلي بيرجع بموسم جديد وموعد جديد كل سبت الساعة 11. اليوم ببزنس ماج مواضيع كتيرة من لبنان، المنطقة العربية والعالم، ولح نستعرض آخر الأرقام عن الاقتصاد اللبناني، عن قطاع التكنولوجيا، القطاع العقاري وكبرى الشركات العالمية. وأبرز الأخبار لليوم: الاقتصاد اللبناني حركة خجولة بظل التشنجات الأمنية والسياسية. قطاع الغاز والنفط بلبنان مراوحة بانتظار أقرار المراسيم الموعودة. هيئة إدارة قطاع البترول بلبنان تحتفل باليوم اللبناني للبترول، حيث حديث خاص ببزنس ماج مع رئيس الهيئة ناصر حطيط ومدير عام شركة نيوس الناروجية عن آخر أعمال المسح. أبل بتتفوق على نفسها بوقت عدد الموبايلز بالعالم عم يتفوق على عدد سكان الأرض. وبزنس ماج اليوم أرقام عن تحول ونمو التبادل التجاري الروسي الصيني بظل العقوبات الغربية على موسكو. بداية حلقتنا مع الأخبار المحلية عن النشاط الاقتصادي بلبنان، فبظل المشاكل والحروب المحيطة بلبنان إضافة لتسكير الطرقات اليومي والمشاكل السياسية اللي عم يتخبط فيها البلد، سجل الاقتصاد اللبناني نشاط متواضع مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وظهر هالشي من خلال نمو مؤشرات القطاع العقاري للنصف الأول من 2014. خلينا نبدأ مع القطاع العقاري اللي هو واحد من أبرز المؤشرات عن الوضع الاقتصادي. بحسب ما ورد بنشرة فرنسا بنك الاقتصادية، زادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 2.7% بالنصف الأول من 2014 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2013، وزاد عدد عمليات البيع بنسبة 6.8% بالنصف الأول من سنة 2014 أيضا، وهذا الشيء طبعا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، ارتفع عدد السياح بنسبة 4.3% وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13% تقريبا، وارتفع معدل التضخم بنسبة 6.4% مع ارتفاع صافي الدين العام بنسبة 7.9%، كما زاد حجم التبادل ببورصة بيروت بنسبة 48.2% مع زيادة التدفقات المالية 9.7% وبروز فائض بميزان المدفوعات بقيمة 215.7 مليون دولار. بس شو هي النتائج اللي سجلها قطاع الفنادق؟ عبير أرقام الفنادق للأسف منا جيدة. بحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، تراجعت معدلات الإشغال بالفنادق بنسبة 9% لحتى تسجل 49% بالنصف الأول من 2014، أي بأول 6 أشهر من السنة الحالية، مقارنة مع 58% بنفس الفترة من السنة الماضية. كما انخفضت إيرادات الغرفة الواحدة بنسبة 19.9% لتوصل ل 80 دولار بالنصف الأول أيضا من العام، مقارنة مع 99 دولار بالنصف الأول من سنة الماضي أيضا. أما بالنسبة للدين العام وبحسب بيانات وزارة المالية اللي ذكرناها الأسبوع الماضي، فارتفع بنسبة 9.5% ليبلغ 65.7 مليار دولار بنهاية حزيران 2014، مقارنة مع 60 مليار دولار بحزيران 2013. وطبعا هالارتفاع الكبير بالدين العام على صعيد سنوي يعتبر مؤشر خطير. نبقى بالموضوع اللبناني ومع أرقام مؤسسة كفالات يلي بتعكس نوعا ما الحركة الاقتصادية العامة بلبنان. تماما عبير، ومثل ما لح نشوف عدد وحجم التسليفات من كفالات ما بتختلف كتير عن الأرقام يلي ذكرناها من شوي حول مختلف القطاعات الاقتصادية بلبنان. وبالتفاصيل، زاد عدد التسليفات الممنوحة من شركة كفالات على الصعيد السنوي بنسبة 4.7% ل 671 كفالة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014، مقابل 641 كفالة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. أيضا زاد حجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة بنسبة أو من المؤسسة، مؤسسة كفالات، بنسبة 0.06% على صعيد سنوي لحوالي 131 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل 87 مليون دولار أمريكي لغاية شهر أيلول الماضي، مقارنة ب 131 مليار ليرة، ما يعادل 86 مليون دولار فاصل 9 بالفترة ذاتها من العام السابق. وتركزت النسبة الأكبر من التسليفات بقطاعي الزراعة بنسبة 47.39% والصناعة 34.58%، أما السياحة 12%. هلأ خلينا نشوف كيف توزعت التسليفات بحسب المناطق اللبنانية. بحسب وحدة الأبحاث ببنك الاعتماد اللبناني، يبدو أن منطقة جبل لبنان استحوذت على حصة الأسد، أي 43.22%
من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل كفالات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014. من وراء جبل لبنان بتجي منطقة البقاع 18.63%، ثم الجنوب 12%، فالشمال 11.5%، والنبطية عندها 10%، أما بيروت فهي الحصة الأدنى ويلي هي 4.47%. إطلاق الفرص، بهيدي الكلمتين اختصرت هيئة إدارة قطاع البترول بلبنان LPA الحاجة الملحة للتحرك وإقرار المراسيم اللازمة لبدء العمل فعليا بملف التنقيب عن النفط والغاز، وهيدا الشيء خلال المؤتمر اليوم اللبناني للبترول 2014 يلي جرى بفندق فينيسيا ببيروت، وتحدثت على هامشو مع رئيس الهيئة دكتور ناصر حطيط بالإضافة لمسؤولين من الشركة النرويجية نيوس، ويلي قامت مؤخرا بإجراء المسح البري من الجو عن النفط والغاز بلبنان. بنسمع سوا الحديث. من أول ما منبلش حفر في فرص عم تنخلق بالبلد، ما رح ننطر، وهيدي الشيء خاصية كتير لقطاع الأويل أند غاز، ما بننطر البرودكشن لحتى يصير في إنكام للدولة. من أول يوم بيصير في إنكام. كيف؟ بير البترول بالدب أوفشور من 120-180 مليون دولار. الأبار صح، هلأ بدهم يعملوا 6 أبار، البادجت مليار دولار. هالمليار دولار وين راح يروحوا؟ نصهم على القليل بيروحوا للشركات المحلية ويوصفوا عمالة محلية. الفرص بتبلش من أول يوم وبتكبر مع الوقت لمرحلة الفيلد ديفلوبمنت، تطوير الحقول. وهون إذا بدنا نعمل نحن نطور حقل بعشرة تي سي اف، في 4-5 مليارات دولار الشركات بتدفعها خلال 3 سنوات لتطوير الحقول. مين بيستفيد منها؟ هي المؤسسات اللبنانية الصغيرة، سمول اند ميدل انتربرايزز، واليد العاملة اللبنانية. بعدين بنفوت بمرحلة البرودكشن، وهون الربح بيروح على الدولة. وإذا كنا ذكية نحن بلبنان منبلش نطور صناعات البتروكيميائية يلي هي بتخلق وظائف عمل أكثر من صناعة الأبستريم. أبستريم هو الإكسبلوريشن برودكشن. نحن بنعرف إنه 1 مليون دولار انفستد بالأبستريم بيخلقونا وظيفة عمل، هل 1 مليون دولار انفستد بالبتروكيميكال اندستري بيخلقونا 13 وظيفة عمل. ففرص العمل هي من البداية لنهاية حياة الفيلد. هيدي هي الفرص. إدارة العائدات رح تكون دقيقة كتير. قسم من الأرباح الدولة بتاخده وبتحطه بصندوق خاص للأجيال القادمة، وقسم من هالأرباح التاني هو تحسين الانفراستراكتر بالبلد وخلق وظائف عمل. كيف ممكن نخلق وظائف عمل؟ تسجيل الصناعات. عندك أويل أند غاز بالبلد، قبل كل شيء تعطيهم بأسعار محلية انرجي لهالمصانع، بتخفف الكلفة البرودكت، بصير فيك تصدر أكثر. ممكن إذا كنا ذكية أكثر منشجعه لهالمصنع هيدا، إنه منقلك يا مصنع أنت إذا بدك تطور صناعاتك وتعمل صناعات جديدة بمرحلة الكابكس وأنت عم تسد المصريات الانفستمنت، نحنا منعطيك غاز بسعر محلي مش بهالسعر الدولي مليون بي تي يو 17-18 دولار. ما نحكي بس أرباح وما تبقى نظرتنا بس إكسبورت ويجيب مصاري. لازم تكون نظرتنا اكسبورت وتطوير الصناعات المحلية. ما في غير الصناعات المحلية البتروكيميائية هي اللي بتخلق وظائف عمل، بتخلق الطبقة المتوسطة، بصير في معاشات كتير مهمة. هلأ المعاشات متواضعة، الناس بتدفع تاكسز على هالمعاشات، وبهالتاكسز هيدا منسد الدين. ما منسد الدين بعادات البترول ونخسرهم والبلد بعد 50 يرجع مثل ما كان هلأ. نو، هيدي نظرة خاطئة. منشيل من هون ونحط الديون. هي لازم تكون الاتهامات دقيقة أكتر. أنا اللي بدي أقوله يلي صار بلبنان من ديسمبر 2012 لهلأ هو فولي أونلاين مع اللي عم ينعمل برا. ما في فرق بين طريقة عمل الهيئة وطريقة العمل أي هيئة counterpart بدولة غربية. وصار في عنا أودت كتير من برا، إن كان من الشركات أو من كان مؤسسات عالمية، والكل عم بتقول مش معقول هالشغل عم ينعمل بلبنان. بات أنا اللي بيقول لي أنتم من ترانسبرنت ما رح اتهمه، رح قل له بيانفينو، أهلا وسهلا لعلنا، قلنا وين ما نحن ترانسبرنت. يلي صار إذا مضت، إذا كانوا المراسيم المضوا بآذار 2013، صدقني كون أنه عنا في سيرفي بالبحر كان بلش الدريلينج بجون 2014، خلصنا هلأ، وكان ممكن أخلصنا هلأ أول بير، وكان ممكن أنه نعلن ديسكوفري، وكان الدول العربية اللي عم تمضي مع إسرائيل بتجي لعنا.
لانه نحن التقينا بممثلين من برا بيسالونا وامتين يا عمي ناطرينكم. The company's name is Neos and we are an exploration company. And what we do is that we gather as much information as we can about what's happening with the geology, with the geophysics, and fuse it to get a better understanding of what's going on, and in this case, specifically looking for hydrocarbon systems. So the first phase of what we're doing focuses onshore to the north of Lebanon, and also to the zone that's what I like to call the near shore, or the transition zone. And this is a very unique area because it's very hard for the offshore seismic ships to get close to shore because of the shallowness. So we can go with our airborne methodologies and gather lots of information that not only gives us insights to what's happening in the near shore area, but it also allows us to link the offshore information from the onshore. What we're doing is called a regional geoscience survey, meaning we're going to offer, you know, from multiple data sets, a kind of deeper understanding of different layers. So surface and subsurface, we're going to be looking at the basement architecture. The kind of survey that we're doing involves 5 different sensors that we're using in terms of our airborne acquisition. That involves 2 planes. Today, we're commemorating the launch of the survey, which in actuality, as many of us know, started a few weeks ago. And we expect that now with the arrival of the second aircraft and the completion of the first phase of the acquisition, that the second phase of the airborne acquisition should be completed by the end of December of 2014. Beyond that, we anticipate some months, and I can give you an estimate of saying that it should be several months at least of intense interpretation of the data and the integration of the data so as to create the modeling that will give you the information that Lebanon needs to pursue the industry further. أبل عم تتفوق على التوقعات وعم بتحقق أرقام قياسية وعدد موبايلز قريباً أكثر من عدد السكان بالعالم. تفاصيل بعد بريك قصير.